أخبار اليوم. أنا بشكر كل من ساهم في المشروع اللي احنا شايفينه ده وفي اللي هيتعمل إن شاء الله خلال الشهور والسنتين القادمتين، سواء كان في مجال الإسكان الاجتماعي أو في مجال اللي هي المساكن اللي احنا قلنا ان احنا نعملها لصالح المناطق الخطرة. وانا بقول تاني لأهلنا اللي موجودين في المناطق ديت، اوعوا تصدقوا حد يقول لكم ان احنا هنوعدكم وعد وما ننفذوش. قلنا المسألة دي هنخلصها في خلال سنتين ان شاء الله، لو ساعدتونا احنا هنخلصها في السنتين لو انتم فعلا اتحتوا لنا الاماكن. لان احنا هنا اللي خلانا عملنا ده ان الاماكن اللي موجودة ديت دي ارض فاضيه فاحنا بنينا فيها، لكن في كتير من المناطق الاخرى الناس عايزه يتبني في نفس اماكنها. طب نعملها ازاي؟ نعملها ان احنا نتعاون مع الدوله، والدوله هتساهم بان هي توفر لكم اماكن مؤقته لمده السنه ونبني على طول، وزي تل العارب وزي غيره ونبني ونجيب المواطنين يعيشوا، ثم نعمل اللي بعده واللي بعده لغايه لما ننهي على هذه المساله تماما. انا قلت في عمليه الفرش والتاسيس يعني الاماكن ديت بقدر الامكان بشكل مناسب، وده يبقى جهد مشترك بين احنا بنتكلم هنا في الافات يعني. فيعني بنتكلم لو قلنا 10,000 وحده يبقى 10,000 جهاز تلفزيون و10,000 ثلاجه يعني. بس هيبقى المواطن احنا ينسى خالص ما اللي كان فيه. فطبعا في هذا الامر كل الشركات وبالمناسبه الشركات دي لما بنيجي بتعرف ان احنا بنعمل حاجه زي كده، انتوا ما تصوروش هم بيقدموا ايه للمشاريع ديت. انا مره ثانيه بشكر الجميع وبشكركم، وان شاء الله خلال الايام القليله او الاسابيع القليله القادمه نفتتح مزيد من المشروعات ندي بها الامل لينا لبلدنا وللمصريين. شكرا جزيلا.